اوعى القطر يا عم الحاج، الاهلي داخل عامل زي القطر بيكسب تلاتات وبيكسب اربعات وبيكسب خمسات وبيكسب اي حد يقابله، وعامل زي القطر بيقش اللي قدامه كله. الاهلي فريق كبير وفريق قوي جدا السنه دي، لازم الناس كلها تعمل له حساب السنه دي بالذات. انا بقول لك الاهلي مفيش زيه في افريقيا، مش هنقول زيه في مصر لان مفيش اصلا في مصر فريق غير الاهلي، مفيش زيه في افريقيا. ولا تقول لي الترجي ولا تقول لي سان داونز ولا تقول لي اي فريق. هقول لكم دلوقتي ملخص مباراه الاهلي وسان جورج اللي انتهت بفوز الاهلي وتاهل الاهلي الى دوري المجموعات، واللي كان قبلها في مباراه بين بيراميدز والجيش الرواندي، وبيراميدز كسب بنتيجه 6-1، النتيجه الاولى كانت 0-0 وكسب 6-1. حط هاتريك مصطفى محمد في الدقيقه 18 والدقيقه 81 و61 و56 من عمر المباراه، ووليد الكارتي في الدقيقه 21 ومحمد الشيبي في الدقيقه 70. هي دي نتيجه مباراه بيراميدز و الجيش الرواندي. اما المباراه الثانيه اللي احنا كلنا داخلين عشانها دلوقتي والملخص، الاهلي لعب مباراه قويه جدا جدا النهارده. مجدي قفشه رجع لمستواه، كهربا رجع لمستواه، امام عاشور من يوم ما جه الاهلي ما شاء الله عليه مستواه ثابت، محمد هاني مستواه ثابت الايام ديت، ومحمد عبد المنعم زي ما انتم عارفين اتخبط خبطه بسيطه وان شاء الله ربنا يشفيه ويطلع منها بخير، والخبطه بسيطه الحمد لله. اما محمد الشناوي حدث ولا حرج، واقف عامل زي الوحش في الجول. هو ده ملخص مباراه الاهلي وسان جورج النهارده، اللي الاهلي اتاهل ووصل للدوري المجموعات. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا، ولو عايز تشاهد الاهداف بعد الفيديو ده ان شاء الله هنزل لكم اهداف مباراه الاهلي وسان جورج. ما تنساش تشترك في القناه، اعمل لايك للفيديو، لو عندك اي حاجه اكتبها لنا في تعليق. الاهلي زي القطر يا عم الحاج.